أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السائل خالد عبد الله من المنطقة الشرقية يقول: ما رأي فضيلتكم في قول من يقول بأن الإمام في الصلاة يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمأمومون يقولون ربنا ولك الحمد؟ هذا هو ظاهر الحديث، هو قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. فهذا يدل على أن الإمام يقتصر على قول سمع الله لمن حمده، والمأمومون يقتصرون على قول ربنا ولك الحمد. وبعض العلماء يرى أنه يجمع بينهما الإمام والمأموم، كل يجمع بينهما فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إلى آخره.